كننفذوا هذه الوقفه اللي دعا لها المكتب الجهوي من اجل مطالبه وزاره الداخليه بفتح ابواب الحوار في وجه عمال موظفي الانعاش الوطني وايجاد حلول حقيقيه لهذه الفئه اللي كتعيش جميع انواع المعاناه داخل الاداره المغربيه، وما عندنا حتى شي حق من الحقوق، ما كنستافدوا من حد ادنى للاجور، ما كنستافدوا من تغطيه صحيه، ما كنستافدوا من تقاعد، ما كنستافدوا من تعويضات عائليه، ما عندنا هويه مهنيه، كنعيشوا جميع انواع المعاناه داخل الاداره المغربيه، ومع ذلك وزاره الداخليه مصره على تجاهل عمال موظفي الانعاش الوطني واقصائهم من جميع الحوارات. وكنشوفوا جميع القطاعات كتدخل في حوارات جديه ومنتجه، وكنشوفوا جميع الوزارات كتفتح ابواب الحوار مع الجميع الا عمال الانعاش الوطني اللي كيعيشوا واحد الوضعيه شاده داخل الاداره المغربيه، ومع ذلك جميع ابواب الحوار مغلقه في وجههم. هادشي علاش حنا هنا اليوم من اجل مطالبه وزاره الداخليه بايجاد حلول حقيقيه لمعاناه عمال موظفي الانعاش الوطني. كمكتب جامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجامعة الترابية والتدبير المفوض، كنحييو النضالات اللي كيخوضها الإنعاش الوطني من أجل الاستجابة لحقوقهم العادلة والمشروعة، ألا هي يعني تمكينهم من مناصب حقيقية في الإدارة المغربية، لأن مجموعة منهم عندهم دبلومات عليا وكيزاولوا مهام بحالهم بحال الموظفين الحقيقيين في الادارات المغربيه مختلف القطاعات، منها الجامعه الترابيه، منها الادارات العموميه، منها العدل، منها الماليه، منها مجموعه ديال منها الصحه. بالتالي كنقولوا لوزير الداخليه بان خصو يجلس مع هذه الفئه من اجل الانصاف ديالهم، ومن اجل كذلك حقهم في تقاعد، حقهم في تغطيه صحيه، حقهم في اجر اللي هو كيلبي المطالب العادله والمشروعه في ظل الغلاء الفاحش اللي ولا ديال الاسعار، في ظل الاشكالات اللي كتعاني منها الطبقه المغربيه وعلى راسها الطبقه الانعاشيه. حنا كمكتب جامعي لا يسعنا الا باننا نحييو النضالات ونضامنوا، ما كنضامنوش فقط، حنا في قلب هاد الفئه، وحنا كنناضلوا مع هاد الفئه وكندعموا في هاد الفئه، وفي الحوارات اللي كنخوضوها من 5 ماي من شهر ماي الا وهذا الملف الا هذا الملف دائما على طاوله الحوار، ودائما كنطلقوا النداء لوزير الداخليه بانه يجلس مع هذه الفئه وينصفها ويعطيها المطالب ديالها اللي هي مطالب عادله ومشروع. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.